السيد النائب نشأت عباس من سوهاج. سيادة النائب اتفضل. مساء الخير يا مصطفى بيه، اهلا بيك سعادتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يا رب يخليك. معلش يا باشا، هتكلم النهارده على مشاكل وزاره التموين مع الوزير. طبعا وزاره التموين كان بيطلق عليها زمان وزاره الغلابه. نعم. سيادتك الان هي وزاره الافتعال الازمات، وزاره الفساد، يعني كل الكلام الممكن. لذلك يا فندم لعده اسباب. السبب الاول مقابل رئيس الوزراء. يعني ساعتك بتلاقي واحد بيبيع كيلوستر ب 30 جنيه الثاني جنبه ب 50 جنيه، مفيش تسعيره ايجابيه يا فندم حد ملتزم بيها. الدور الرقابي مفيش، مفتش التموين ما عادش بينزل، وحتى لو نزل بيبلغ قبليها لا نازل بكره خلوا بالكم، او جاي النهارده حمله خلوا بالكم. فطبعا ساعتك ده ادى انفلات الاسعار، محدش عارف يمسك سعر. معليك زمان كان في التسعيره الجبريه مكتوب على كيلو السكر كذا، مكتوب على كيلو عبق الشاي كذا، كان التلفزيون سعادتك بينزل في الاخبار بالليل بيقول لك سعر استرشاد الكيلو البصل كذا، سعر الكيلو الكوسه كذا، كان بيدينا بيان. دي حاجه. الحاجه الثانيه مع الباشا، المشكله الكبيره مع الباشا كله بيعاني منها اللي هي الحلف العشوائي للبطايق التموين. انا عليك واحد جوز من 2014 ما تمش اضافه مواليد. ساعتك في واحد مثلا اتجوز 2014 كان هو وزوجته، دلوقتي خلف بقى معاه ثلاثه، بقى خمس اسر. يوم في منظومه الخبز 10 عيش. طب ال 10 هيكفوا مين يا معالي الباشا؟ هيكفوا الزوج ومراته ولا هيكفوا الاولاد؟ وساعتها كان العيش زمان كان 120 جرام، دلوقتي خلوه 90، ال 90 عطلها 50. انا معاك الوزاره التموين بتعامل الناس ساعتك بمعامله معامله الذل. ليه يا فندم؟ معاني سياده الرئيس بينادي دايما بالمواطن البسيط، بينادي دايما ان احنا نخلي بالنا مع نعم الحاجات يا فندم. احنا رسمها سياده الرئيس كان لسه موز من الناس، ما كانش قصده يشتري موز، كان بيوصل رساله للوزراء انكم تخلوا بالكم من الناس متوسط الدخل، من الناس محدود الدخل، من الناس الفقيره، لان هو دايما منحاز للطبقه دي يا فندم. صحيح، شكرا لك. معاك يا فندم نيجي اتفضل سيادة النائب. نيجي لدور جهاز حمايه المستهلك. حمايه المستهلك سريعا والنبي اتفضل. نعم. سريعا بس. حاضر يا فندم. حمايه المستهلك مع الوزير تقول له مثلا احنا عندنا في سوهاج يا فندم ازمه انابيب، ما فيش عندنا انابيب، وكلمنا وكيل الوزاره فوق ال 20 مره، حاضر هنزل بكره هنزل. انا عاوز اعرف مين المستفيد يا فندم. الواحد بدا يشك يا فندم ان وكيل الوزاره مشارك التجار او الوزير مشارك التجار في اللي بيحصل. الوزير هيشارك. نعم اتفضل. ازمات، ازمه ورا ازمه ورا ازمه، مفيش نهايه. فكنا نعم. عشرين ساعتك توصل صوتنا. ما انت وصلت الأعلى. صوتك اهو. شكرا سياده النائب نشأت عباس، شكرا لك وعلى كلامك وشكواك، بالتاكيد يجب مراعاتها من قبل المسؤولين.